راك كي بدال الورش ديال دعم المؤسسات الصحية بإقليم نواصر من طرف المكتب الإقليمي، وذلك في إطار برنامج أوراش اللي بدأته هذا البرنامج الحكومي اللي تساعد الأشخاص اللي عندهم مشكل في الإدماج في سوق الشغل. فالحمد لله المجموعة اللي بدأ بها المكتب الإقليمي للهلال الأحمر هي 50 شخص ما بين شاب وشابة، الحمد لله تم التوزيع ديالهم بالتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والانابيك. والحمد لله هذه تيبقى المكتب الوطني أو المكتب الإقليمي ديال إقليم نواصر هو المتميز الحمد لله بأنه تم تغطية جل جماعات الترابية الخمسة بالوليدات ديالنا ديال المكتب الإقليمي والمراكز الصحية كلها في إطار ديال الدعم ديال الأطر الصحية الموجودة ديال وزارة الصحة والمساعدة ديالهم وزيادة ديال الجودة إن شاء الله تعالى، سواء في المراكز الصحية أو في المستشفيات التابعة للإقليم. وإن شاء الله هذا تزيد في تضافر الجهود للرفع من مستوى الصحة في بلادنا والقيمة دياله، وإن شاء الله تعالى أن المكتب الإقليمي تبقى المتميز وطنيا في هذا العمل ديال الأوراش واللي تساند البرنامج الحكومي واللي ما هو إلا الحمد لله توجيهات ديال سيدنا الله ينصره للرفع من مستوى هذا المجال في بلادنا والقيمة ديالو بالفضل ديال الشباب ديالو والشابات ديالو، ونكونوا عند حسن الظن ديال صاحب جلاله إن شاء الله. استفادت مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم النواصر في إطار برنامج أوراش عن طريق الهلال الأحمر المغربي بإقليم النواصر، استفادت من 50 مستفيدة ومستفيد. هاد المستفيدين اللي عادي توزعوا إن شاء الله على جل المراكز الصحية والاستشفائية بالإقليم، وقبل ما يبدأوا عادي يخضعوا لواحد المواكبة واحد للتكوين إن شاء الله اللي عادي يخدموا فيه بزاف، هو أولا الاستقبال وتوجيه المرتفقين، ثانيا مساعدة ومواكبة المرضى خلال العلاج خاصة النساء الحوامل، كذلك المسنين، وكذلك ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة، وثالثا هو الاشتراك في التحسيس والتوعية للمرتفقين. هذا الورش اللي فتح لنا المجال واستفدنا منه بزاف بزاف، حيت ماشي سهل انك تستافد من واحد خلصة شهرية لمدة 4 أشهر متواصلة، في حين انك انت حاصل على مجموعة من الشهادات، مجموعة من الدبلومات، عندك بزاف ديال لي ستاج وغير جالس في الدار. هذا في حد ذاته انجاز كبير. كنبغي نشكر صاحب الجلالة على هاد الالتفاتة اللي كانت في محلها بزاف، وكنشكر المؤطرين اللي ساهموا في اننا كنمثلوا الجهة ديال النواصر احسن تمثيل، وشكرا.